السلام عليكم. اعتبر كورتسون الاتهام الذي وجهته له منظمة فالتر الرقابية بإخفاء حجم الإنفاق الحقيقي على الحملة الانتخابية يأتي في إطار المنافسة والحروب الانتخابية ورغبة البعض في تشويه إنجازات الحزب، حيث طالبت المؤسسة الحزب بإعلان حجم الإنفاق الفعلي حتى يتعرف الرأي العام على مدى مطابقته لقانون الأحزاب. وتزعم مؤسسة فالتر بأن حزب الشعب يريد مرة أخرى هذا العام كسر الحد الأقصى للنفقات والبالغ 7 ملايين يورو إلى أكثر من 9 ملايين يورو على أساس مستندات تم تسريبها لها. ذكرت مؤسسة إيكونوميست اليوم أن فيينا جاءت في المرتبة الأولى كأفضل مدينة للعيش في العالم، متقدمة على مدينتي ملبورن وسيدني الأستراليتين. ونقلا عن مؤسسة إيكونوميست، فإن البحث جرى لمقارنة 140 مدينة في العالم حيث يتعلق بمعايير مثل الاستقرار والثقافة والبيئة والصحة. وذكرت أن المراكز الأخيرة شملت لاغوس نيجيريا ودكا بنغلاديش وطرابلس ليبيا، فيما احتلت دمشق المركز الأسوأ. بدأت الداخلية النمساوية اليوم ترحيل عدد من مرفوضي اللاجئين الأفغان إلى بلادهم، مشيرة إلى أن 40% من المرحلين أدينوا بحكم قضائي في جرائم جنائية، وحصل الباقون على قرار لجوء سلبي نهائي. وذكر البيان إلى أن معظم المرحلين من الشباب، وأنه سيتم إعادة الأشخاص إلى أفغانستان إجباريا بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية والتأكد من رفض طلبات اللجوء بشكل نهائي، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يقوم هؤلاء بمغادرة الأراضي النمساوية طواعية. اعتبرت وزارة الداخلية النمساوية أن جرائم الإنترنت تمثل أكبر تحدي لعملها خلال العام الجاري، ونوه بيان بأن التحدي الأكبر هو اتخاذ تدابير ملائمة لحماية بيانات الشركات والأفراد، لافتا إلى أنهم تلقوا في النصف الأول لهذا العام نحو 240 ألف بلاغ بزيادة قدرها 4.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018. وذكر البيان أن أساليب الاحتيال المستخدمة بشكل متكرر هي إرسال وعود بالربح والاستثمار، بالإضافة إلى الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشروع في علاقات الحب الخادعة. إنفجار لنكتمل بالمعرفة.